واحنا قلنا للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، لو يعني حزبك الامر وعايز تقوم بمظاهره سلميه، اقعدوا قدام السفاره ولا قدام الحته اللي انت، وصلوا على النبي. ومن الناس تقول الله نصلي على النبي بس، لا احنا نروح نقتل المدرس، نروح نحرق الصحيفه، نروح مش عارف ايه. والواد في التفجيره بتاعت نيس بيقول لك كان بيكبر، دبح ثلاثه يعني، قتل الله اكبر يعني، الله اكبر. والتاني برضو بتاع النهارده وهكذا. يا اخوانا ده جاهله منهج النبي. ايه بقى اللي وصله كده؟ على فكره انتوا مش احنا، الواد الشيشاني اللي هو اللي قتل المدرس، دبح المدرس، الرئيس الشيشاني قال كلمة حلوة كويس، قال على فكرة هو أصله الشيشاني بس اتربى عندكم. اتربى عندكم، وإحنا بنربي ولادنا على الحب، على السلام. لكن لما يتربى عندكم ويشوف إنكم بتتكلموا في حاجة وأفعالكم في حاجة تانية، وإن أنتوا عنصريين، وإن أنتوا بتميزوا بين الخلق، وإن تاريخكم كله مليء ده المتحف بتاع الوطنية الفرنسية ده في 17,000 جمجمة. فيا أخوانا الله يخليكوا، إحنا بنخاطب العالم بما فيها فرنسا وغير فرنسا. إحنا بنقول لهم يا جماعة ما تستفزوش الخلق، لأنه الخلق كلهم ما همش يعني من العلماء الأتقياء الأنقياء، مش على درجة وعي واحدة، مش على درجة وعي واحدة يعني. طبعا فحضرتك احنا قدامنا 2 مليار مسلم انت بتعديهم من غير سبب، لا مصالحك في ذلك، لا الدنيا ولا الدين ولا الأخلاق ولا قواعد الاجتماع البشري. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة، أدي المنهج بتاعه، وما نزع من شيء إلا شاف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 14 سنة في مكة ما حصلتش منه ولا حادثة. فجاله خباب قال له يا رسول الله احنا خلاص ضقت علينا الأمور، استعرض بنا هذا الوجه. فقال يا خباب، تمعر وجهه غضبا يعني غضب من كلامه، وقال ما أمرت بذلك، والله إني لرسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة، الضعينة يعني المسافرة، من مكة إلى الحيرة، وفي رواية من مكة إلى صنعاء، لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها. أدي سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام.